إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعد. تأتيكم مرة ثانية منصة الإغاثة علم معايير بدورة متخصصة في مجال علم الإغاثة والعلوم الإنسانية، هذا العلم الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنشره في ربوع الوطن العربي العزيز. اليوم بفضل من الله عز وجل يشرفنا الدكتور أيمن عثمان أوغلو من تركيا، وهو طبيب مختص في طب الأسنان وناشط في المجال الإنساني، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يوفقه لكل خير في هذا اللقاء الطيب وأن يجازيه عنا كل خير. دكتور، مرحبا بك في عائلتك الصغيرة والكبيرة أيضا، عائلة الإغاثة في الوطن العربي. تفضل، الميكروفون لك، وفقك الله عز وجل لكل خير. 40 دقيقة إن شاء الله، ثم نفتح باب إلى فيه أسئلة أو استفسارات في مدة أقصاها 20 دقيقة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جميعا كريما. السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم دكتور أيمن عثمان أوغلو، طبيب أسنان، وكما عرفكم عني الأستاذ قراوي بمدين، عملت في العمل الإنساني والعمل الإغاثي في أماكن اللجوء والنزوح ما بين الحدود التركية والسورية. اليوم أحببت أن أتكلم عن موضوع طب الأسنان في أماكن اللجوء أو النزوح. بداية أريد أن أذكر أن طب الأسنان والمعالجات السنية هل هي ضرورية في المجتمع المسالم، المجتمع العادي الذي لا يعاني من كوارث، الذي لا يعاني من شيء؟ فالجواب هو نعم، ليس رفاهية. طب الأسنان أو المعالجات السنية ليست رفاهية، بل هي ضرورة ملحة. وجود طبيب الأسنان عمل ضروري وعنصر مهم جدا في المجتمع، فما بالكم في الأماكن التي يعاني أهلها من اللجوء والنزوح، من الحاملين معهم من ويلات الحرب، حاملين معهم من الإصابات والمشاكل. طبعا هنا تكون ضرورة أعلى ومسؤولية أكبر على الأطباء. أريد أن أنوه هنا نقطة صغيرة جدا، أغلبكم يعرفوا هذه المعلومة، ما بين الفرق ما بين اللجوء أو النزوح. اللجوء هو المقصود به خارج الحدود، انتقال الإنسان إلى مكان آخر مجبرا إلى خارج حدود بلده. أما النزوح فهو داخل حدود بلده، لكن كلاهما يعاني من ويلات الانتقال، من ويلات شح الموارد الطبية، الغذائية، النفسية، التدفئة، من كل شيء، لا يخفى عليكم ذلك. أيضاً أريد أن أتطرق إلى موضوع العمل الإنساني والتطوعي. العمل الإنساني والعمل التطوعي هو الجانب المشرق من أي مجتمع من المجتمعات المدنية. فأي لا يوجد به عمل إنساني أو تطوعي أو إغاثة فهذا مجتمع غير متحضر، مجتمع رجعي ليس به جانب مشرق. والجانب المشرق من العمل الإغاثي والتطوعي والعمل الإنساني هم الأكاديميين الذين يعملون به، من أطباء، من مهندسين، من حقوقيين، من إداريين، من فنيين، ولا يخفى عليكم جميع المهن التي تعلمونها. فهذا يثقل أكثر علينا مسؤولية نحن الأطباء، أن إذا نحن فشلنا في أي عمل إنساني فهذا يعني فشل العمل الإنساني، وفشل العمل الإنساني يعني فشل المجتمع بشكل عموم بالعموم. يعني نعود هنا إلى موضوع طب الأسنان. أي عمل إغاثي لا يعني فقط هو الدعم المادي والدعم الغذائي وبناء بعض الخيمات
نحتاج إلى جميع المجالات، نحتاج إلى طبيب الأسنان، نحتاج إلى طبيب النسائية، نحتاج إلى الفنيين، نحتاج إلى المهندسين، نحتاج إلى حفارين لحفر بعض الآبار، إبرار المياه، تدفئة، جميع المجالات الحياة الضرورية في الحياة المدنية هي أيضا ضرورية في العمل الإنساني والعمل الإغاثي. هنا سنذكر فقط جانب طب الأسنان. وضعنا نحن الأطباء عندما وضعنا في لب المشكلة، وضعنا رسم عبارة عن شجرة سميناها شجرة المشكلات. بدأنا بالجذور، الجذور هي جذور المشكلة، الجذع وهو الحل الذي نحن سنقترحه، ثم ثمار الشجرة هي ما النتائج التي سنحصل عليها وما هي المدة الزمنية المتوقعة وكم التكلفة التي سندخل بها. نبدأ بالمشكلات. وجدنا أن المجتمع الذي نتعامل معه هو بالأساس في حياته المدنية ما قبل الحرب وقبل الويلات يعاني من نقص في الثقافة الصحية بالاعتناء بالفم والأسنان. من الأساس لا توجد لديه ثقافة زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، فأكيد لديه مشكلات. ثم أيضا أضف على ذلك جميع الأهالي الذين نزحوا أو لجأوا إلى الأماكن الأخرى أو الدول الأخرى حاملين معهم ويلات الحرب، الإصابات، المشاكل النفسية، المشاكل المادية. قد لا يخلو حي أو لا يخلو شارع ولا يخلو بيت إلا وبه مصاب أو قتيل أو جريح. هذا وحملوا معهم جميع الويلات إلى أماكن اللجوء، بالإضافة إلى وجود الكثير من الجرحى المصابين بشكل مباشر بمنطقة الوجه والفكين من شظايا القصف العشوائي والقصف العنيف، بالإضافة إلى الذين خرجوا من السجون ومن الأسر بعد التعذيب في الأنظمة الظالمة، كانوا يعانوا بشكل شديد من أسنانهم، وخاصة كانت من أساليب التعذيب هي تكسير الأسنان وسوء التغذية. ويوجد أسباب لسوء العناية بالأسنان هي أسباب غير مباشرة لمرضى الذين أصيبوا بالاكتئاب مثلا، المرضى الذين أصيبوا بالشلل الرباعي، هذا لا يستطيع أن يعني يهش ذبابة عن وجهه فأن يعتني بنفسه نهائيا، مرضى الذين أصيبوا بالبتر بالأطراف العلوية فقدوا أيديهم، فقدوا منهم نظرهم، منهم فقد أحد حواسه الخمسة، يعني الويلات كانت كثيرة جدا. لم ينزح أو يلجأ إلى دول الجوار أو الأماكن الأخرى أعداد بسيطة تقدر بالآلاف، ولا بأعداد بسيطة تقدر بمئات الآلاف، بل بالملايين، والأرقام مسجلة وموجودة ولا تخفى عليكم. يعني في إحدى المخيمات يستوعب تقريبا 1.5 مليون لاجئ يعيشون بظروف جدا سيئة. نعود مرة أخرى على الوضع الذي وضعنا به كأطباء في هذه الكارثة التي حدثت، وكانت غير محضر لها. إذا أردنا تعريف الاستجابة الإغاثية في الكوارث، إذا أردنا أن نعرفها بشكل أكاديمي، هي مجموعة من النشاطات والتدابير المخطط لها بهدف السيطرة على الكارثة أو مواقف طارئة ناجمة عنها.
وتحسين أطر التواصل بين الجهات والمعنيين لتفادي أثر الكوارث والتغلب عليها، وإنقاذ حياة المتأثرين بها، والحد من الخسائر البشرية، والحد من أثر الكوارث على الفرد، وأن يكون عمل مستدام ومحدد بفترة زمنية معينة. فالأطباء هنا، وخاصة الاختصاصات الغير بشري، أطباء الأسنان مثلا، الأطباء البيطريين، في بادئ الأمر عند حدوث هذه الكوارث بدأوا يعملوا كممرضين، كإداريين، كدعم لوجستي يستطيع أن يعمل به أي شخص آخر غيرهم. لكن تحديدا طبيب الأسنان وجد نفسه في مأزق هنا. أنا طبيب أسنان، أنا درست بشكل أكاديمي، أنا مهمتي علاج أسنان وإزالة الألم عن المرضى والاعتناء بالصحة الفموية لديهم، أقوم بعمل لا يستطيع أن يقوم به عمل طبيب آخر. أنا المجتمع أو الشريحة المستهدفة بحاجة لي بشكل ماس وضروري. لا يوجد بين يدي أدوات، لا يوجد بين يدي دعم مادي، لا يوجد تمويل، لا يوجد استجابة. مفروض علي قوانين صعبة من البلد الذي لجأ إليه، البلد اللجوء أقصد به. قوانين البلد تفرض عدة شروط لعمل طبيب الأسنان، منها أنه لا يستطيع أن يعمل بطب الأسنان الأجانب أو الغير حاملين لجنسية البلد. فوجدوا أنفسهم في مأزق، لا يقدموا يد المعونة، لا يقدموا يد العون، كلا يجب أن يقدموا، لا يعيدوا ترتيب أوراقهم، ألا يحاولوا مدارسة الصعوبات وكيفية اجتيازها. هنا بدأ الأطباء بالفكرة، فكرة أنه كيف نعمل، كيف نبدأ. تمت في بداية الأمر شراء عدة أسنان بسيطة جدا، عبارة عن شنطة فيها توربينات وفيها القبضة التي يحفر بها طبيب الأسنان السن، موجودة في الأسواق، بعض الأدوات الجراحية البسيطة التي مبادئ فورسيبس، لا أعرف معناها بالعربي، لقلع الأسنان مثلا، بعض الخيوط الجراحية. بدأ العمل أيضا بشكل بسيط جدا عن شراء طنجرة ضغط مع عداد لكي يتم التعقيم بها، التعقيم البدائي، بدأنا بالتعقيم البدائي. بدأ طبيب الأسنان هنا بشكل مخفي بزيارة الخيم، من خيمة إلى أخرى، زيارة بعض البيوت، بعض من بيت إلى آخر، من قرية إلى أخرى، من مكان إلى آخر. طبعا هذا الشيء أرهقنا جدا، وضع علينا كم هائل من المصاريف، كم هائل من المواصلات. وكانت الفكرة نريد أن نستمر هكذا، فالعمل أو الفائدة المرجوة من الجهد المبذول قليلة جدا تعتبر. ولا يخفى عليكم أن مريض الأسنان يحتاج إلى أكثر من جلسة، وفي بعض يحتاج إلى عيادة، إلى متنقلة أو أدوات بدائية، يحتاج إلى عيادة مختصة. في نفس الوقت كان الأطباء الآخرين من الأطباء البشريين تزامنا معنا، يعني أيضا مثلنا، ينتقلون من بيت إلى آخر، من قرية إلى أخرى. الأهالي عندما نزحوا معهم الجرحى والمصابين. دولة اللجوء تركيا قدمت يد المعونة، لكن بإجراء العمليات الجراحية المستعجلة. لكن ما بعد العملية الجراحية المستعجلة، استشفاء المريض، يعني المريض الذي يتم إزالة شظية عن عموده الفقري، النت ضعيف، الصوت واضح، دكتور الصوت واضح جدا، واصل.
جاءني رسالة أن نعاني من النت، يضيع علينا الكثير. النت سأطلب. عندهم دكتور، النت عند كل واحد يعني، الصوت واضح جدا عندك دكتور، تمام وصل. تمام ففي التزامن معنا كان الأطباء البشريين، المريض عندما يخرج، أنا سأعود إلى الفكرة، عندما يخرج من المشافي التركية البيوت إلى بيوت الأهالي، الأهالي هجين عليهم التعامل مع المصابين، كان الأمر ليس يعني غير مدربين، التعامل مع مريض الشلل الرباعي مثلا، التعامل مع مريض الذي أعضاؤه، كيفية ألم الفقد، التعامل معه، العلاج النفسي. فكان الأطباء البشريين أيضا ينتقلون من بيت إلى آخر، تغيير بعض الضمادات، تعقيم الجروح، إعطاء التعليمات إلى الأهالي كيف يتعاملون مع المصابين الموجودين لديهم، سواء في المخيمات أو سواء في البيوت المستأجرة من قبل بعض العوائل ميسورة الحال. اجتمعنا سوية الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، حتى كان بيننا أطباء بيطريين، بيننا صيادلة، بيننا أناس طلاب لم ينتهوا من التعليم الدراسي بسبب المشاكل التي حدثت لهم والملاحقة الأمنية، منهم بالسنوات الأخيرة ومنهم بالسنوات الأولى. شكلنا نواة، والنواة هي أهم شيء بالعمل، تشكيل فريق من نواة العمل، وكان الكل للفرد والفرد للكل. وبدأنا بالتخطيط، فكانت فكرتهم أننا نريد أن نصنع شيء نساعد به الحكومة التركية ما بعد خروج المريض من المشافي، يحتاج إلى استشفاء. فطلبنا منهم الإذن القانوني بإقامة المشافي، دور الاستشفاء ضمن حدودهم. طبعا هم تعاملوا معنا بطريقة جدا رائعة، وبنفس الوقت كانت لصالحهم، يعني هي سياسة غض الطرف، أو سياسة أنا لا أراك، افعل ما شئت، لكن لا تحدث مشاكل، لا تحدث ضجة حولك، وتعامل ولا تخترق شيء يؤدي إلى اختراق الأمن القومي التركي. استأجرنا بيوت، أو استأجرنا مقر كبير جدا، ووضعنا فيه المرضى التي حالاتهم صعبة ولا يستطيعون الأهل التعامل معها، الذين يحتاجون إلى تدريب عضلي، إلى تهيئة نفسية، إلى تدريب الأطراف الصناعية، العمل على الأطراف الصناعية، إلى رياضة، إلى بعض الكهرباء، أحيانا يحتاج إلى تقوية العضلات، مرضى الشلل العناية بهم، تقليبهم، إزالة القرح، وتعرف مريض الشلل دائما يعاني من القرح لأنه مستلقي بشكل طويل على جنب واحد وطرف واحد، هذا غير المشاكل النفسية التي يعاني منها. بقي هنا موضوع العيادة السنية. أعطى الإذن لنا من الحكومة، طبعا الإذن جدا مهم. بدأنا بطرح فكرة عيادة الأسنان. هل هي حاجة أو طلب؟ هل هي ذات قيمة للفرد والمجتمع؟ هل هي مستدامة؟ هل هي غير تقليدية؟ يعني هل يوجد عيادات في نفس المنطقة نستطيع اللجوء إليها خاصة مثلاً، أو فكرة قائمة بحد ذاتها نستطيع أن نعطي ثمرة جهودنا في مكان آخر أو لا؟ ما هي النتائج المتوقعة أيضاً من العمل الإنساني بإنشاء عيادة أسنان؟ والأمور القانونية هنا لم نستطع تجاوزها بشكل 100%، لكن تجاوزناها بشكل بسيط جدا، كما قلت لكم، سياسة غض الطرف، أو سياسة أنا لا أراك، افعل ما شئت. بدأنا، كان هنا السوشيال ميديا هي الفيسبوك، بدأنا بالبحث عن الفيسبوك للوصول إلى دعم مادي أو ممولين، لأن الأسنان باهظة التكلفة.
راسلنا جميع الأطباء، اجتماعات الأطباء، تجمع الأطباء في دول المهجر، تجمع أطباء الأسنان في الخليج، تجمع أطباء الأسنان في أمريكا، في كندا، في السعودية، في قطر، في البحرين، في الكويت، أمثلة كثيرة. كانت الاستجابة جيدة جدا، وتم تمويل المشروع، ودار الاستشفاء وافق على إعطائنا مقر ننشئ به عيادة أسنان ثابتة، نستطيع أن نجلب إليها المرضى، ومنها تقلل التكاليف علينا وتعطي شريحة أكبر، ونفتح باب التطوع لأطباء آخرين يأتون من الخارج، يقضون إجازتهم في العمل الإنساني. كانت نقطة جدا جميلة، ويروا بأم أعينهم الكارثة التي وقعت وأحلت بالمجتمع ككل. طبعا يجب أن ندرس، الممول يحتاج إلى دراسة موسعة عن حجم المرضى، حجم الأدوات، احتياج الأدوات، التكلفة المتوقعة، لو بشكل تقديري، ما هي المواد المطلوبة، كم الوقت لإنجاز العيادة والعمل، كم سيستدام هذا العمل، وهل أهدافنا محددة وقابلة للقياس، قابلة للتحقق، هل كانت واقعية أم غير واقعية، هل هي ممكنة، هل هي مرغوبة ومجدية. يعني كثير من الناس يقومون بمشاريع إغاثية وتنموية، لكن في المجتمع الخطأ، أو بغض النظر عن الأسنان، أنا أتكلم بالعموم، أو غير مرغوبة في مجتمعاتهم من العادات والتقاليد. هنا يقع كثير من الأخطاء، وهذا وقعنا بها لكن بمجالات أخرى، ليس في مجال طب الأسنان. أسسنا جمعية هنا، جمعية أطباء الأسنان. المواد المطلوبة بعد تأسيس الجمعية لإنشاء العيادة كانت أكيد الموارد البشرية، كانت أطباء اثنان مقيمين في دار الاستشفاء يتناوبون على الجرحى والمرضى، إعلاميين لتحصيل المساهمة، يوجد شخص إداري مسؤول، يجب أن يكون شخص إداري مسؤول عن الموضوع، أو الطبيب المنظم والمحاسب. يجب أن نتقيد بكل مرحلة من مراحل الفترات الزمنية التي عملنا بها. التكلفة المادية المتوقعة كانت ليست باهظة كثيرا، لكن جاءنا أكثر من المتوقع. أن يكون العمل تحت غطاء قانوني شبه قانوني، ووجدناه الحمد لله، وبدأنا بالعمل. هنا إذا أردنا أن نعرف المشروع ككل بشكل مختصر، لا أتكلم عن الأسنان فقط، أتكلم بشكل عمومي، هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة المترابطة والتي يتم التخطيط لها من أجل أن تنفذ خلال فترة زمنية محددة، وذلك لتحسين وضع مجموعة معينة من الأفراد المتضررين من وضع محدد وواضح. طبعا العقلية التي جاء بها أطباء الأسنان أو الأطباء عموما، وخاصة الأسنان، هي عيادات خاصة، يعني مشروع استثماري وليس مشروع إغاثي. المشروع الاستثماري للعقلية لكي تنتقل من الاستثمار إلى الإغاثة تحتاج إلى وقت طويل وإلى جهد على طاقم العمل. وجدنا، وهي نقطة جدا جميلة، يعني وجدناها، أن العمل الاستثماري يعمل المرء على قدر أجرته، أو على قدر ما يعطى له من قيمة مادية، من راتب أو أجرة أو نسبة. أما بالعمل الإغاثي، وجدنا أن المرء يعمل أقصى طاقته. يعني وجدت أطباء يعملون 12 ساعة متواصلة بدون انقطاع، كانوا يذهبون إلى غرف الجرحى والمرضى، يعتنون بأسنانهم،
بأوقات الراحة، أوقات راحتهم كانوا يقضونها بين الجرحى والمرضى للعناية كيف تستخدم فرشاة الأسنان. المريض الذي لا يستطيع أن ينظف أسنانه كانوا يقوم له بتنظيف أسنانه، يعلم المرافق للجريح أو المريض، يعملون على الدعم النفسي، الدعم المعنوي، نشأت صداقة قوية. وهذا كان يعني من إحدى الأخطاء التي قام بها أو قمنا بها، هي إنشاء علاقة عاطفية ما بين الطبيب والمريض. الطبيب يجب أن لا يظهر عاطفته أمام مريضه، إظهار العاطفة خطير جدا، وهذه نقطة أحب أن أنوه عليها من تجربة. قد يتفق معي البعض، قد يختلف، لكن من تجاربي المريرة مع إظهار العاطفة للمرضى كانت نتائج كارثية. يجب أن يكون محايد أيضا، يجب أن لا يتعامل مع فئة دون أخرى، مع إصابة دون أخرى. يجب أن لا، يعني حتى لو كان المصاب بين يدي من طرف النزاع الآخر أو الطرف العدو كما يقول له أو غيره، يجب أن يعالجه بشكل أكاديمي ثم يعطيه للجهات المختصة. هو ليس قاضي، هو عمل إنساني بحت فقط. هذه مسؤولية الطبيب بوجهة نظري، يعني لا أعرف إذا كان يتفق معي الإخوة أو يختلفون، وأنا أحترم جميع الآراء. هنا العمل الحمد لله استدام ولمدة سنتين، خدمت شريحة جيدة من المصابين، وتبلور بمشافي ميدانية أخرى ودور استشفاء أخرى، يعني فتحت أكثر من عيادة أسنان في أكثر من مكان. الصدمة التي سأنتقل إليها الآن هي أن العيادة أغلقت بعد سنتين من العمل، وأنا يعني من وجهة نظري بحثت عن أسباب الإغلاق المشروع، وسأذكرها حاليا بتجرد أمامكم ولن أخفي عليكم شيء. من الأسباب الإغلاق كان التمويل الغير كافي أو الغير منظم، يعني يأتي في البداية تمويل ضخم جدا ثم ينقطع فترات طويلة جدا، كان غير منظم. الأطباء الذين يعملون كمتطوعين في الدول الأخرى يأتون في فترة الإجازات، كان يصبح عندنا ازدحام في فترة الصيف لدرجة أن الطبيب يعمل فقط لمدة ساعتين، وفي فترات الشتاء لم يكن منظم قدومهم. في فترات الشتاء أو في أوقات فتح المدارس كان لا يوجد أحد. الأمر الآخر وهو جدا مهم هو عدم الحصول على تغطية قانونية بورق رسمي من البلد التي أنشأنا بها العيادة، إما لأن الإخوة السوريين لا يتقنون اللغة التركية، والأتراك لديهم القانون الصارم اللي يحترمون قانونهم بشكل كثير، أما السوريين وخاصة في المناطق التي نزح منها الإخوة، القانون المسيطر هناك هو القانون الوجداني. طبعا بعد سقوط النظام في تلك المناطق، النظام السوري، لا يوجد قانون يضبط زمام الأمور المدنية، فكان العادات والتقاليد الأمور الوجدانية هي المسيطرة. يحدث بعض التجاوزات لكن ليست بالكثيرة وليست بالكارثية، لكن كان عمل فوضوي غير منظم، يعني أي شخص كان يستطيع أن يستأجر في أي مكان
يفتح أي شيء يريد، حتى لو لم يكن طبيب. لا يوجد مراقبة، لا يوجد محاسبة. انتقلوا إلى بلد مختلف عليهم في اللغة، مختلف عليهم في القوانين، الشعب يحترم القانون بشكل صارم، القانون فوق الجميع. لم يستطيعوا رغم تقارب الثقافة وتقارب العرق والأصل الواحد، لم يفهموا هذه المعادلة بشكل جيد. فعندما سمح أو قالوا الأتراك للإخوة السوريين أن افتحوا ونحن سنغض الطرف عنكم، لا نريد أن نحاسبكم الآن، أخذوا راحتهم أكثر من الشكل الطبيعي، مما أدى إلى حدوث كثير من المساءلات سأتطرق إليها لاحقا. القصد من هذه النقطة أنه لا يوجد ورقة قانونية. عندما يقول لنا أحد الأشخاص يجب أن تغلق العيادة، أن أدافع عن حقي بها، أن أقول له كلا، أنت سمعت لي، وهذه الورقة منك، وهذا الإذن منك، وهذا القانون يجبرك على أن تسمح لي بأن أمارس عملي وأستمر به. لم يكن، لا يوجد ورقة رسمية. السبب الآخر هو عدم مراعاة الشروط الطبية الوافية كاملة. هي من ضغط العمل وكثرة الإصابات وقلة الخبرة للكثير، كالتعقيم لم يكن جيد 100%. المعالجات صار بها بعض المضاعفات. كما تعلمون أن معالجات الأسنان حتى للطبيب المتمرس يحدث لديه مضاعفات بعد العلاج، فما بالك بالطبيب المضغوط نفسيا، المضغوط بدنيا، الموارد شحيحة، العيادة حتى لو كانت متكاملة لكن بدائية، الظروف صعبة، والعمل غير أكاديمي 100%، فأكيد أدت إلى سايد إفكت أو انتكاسات كثيرة ما بعد العلاج. طول مدة الحرب التي صارت إلى الآن قائمة، وإلى الآن الإصابات تتدفق، لم تقف أبدا. من 2011 إلى الآن نحن نهاية 2020، وما زالت الإصابات تأتي وتتدفق بشكل يومي. النقطة الأهم هي الأطماع. للأسف كانت هنالك الكثير الكثير من الأطماع الجانبية، ومتى دخل الطمع في العمل الإنساني أو الإغاثي التطوعي وكان له مآرب أخرى، يستخدم العمل الإغاثي كمحطة لينتقل بها إلى محطة أخرى أو كموطئ له كي ينتقل إلى نقطة أخرى أو محطة أخرى، يفشل العمل. حتى أي عمل، حتى العمل التجاري أو أي شيء، عندما يدخل الطمع يدمر العمل القائم، المؤسسة القائمة كاملة. كثير من الإداريين في دار الاستشفاء كانوا يطلبون من الأطباء الأسنان أن يعالجوهم ويعالجوا ذويهم وذوي ذويهم وأقرباءهم وأهل قريتهم. كثير من الأطباء كانوا متحيزين إلى فئة معينة لأنه قريب من بلده أو ابن قريته أو من قبيلته أو من أسرته دون شخص آخر. كثير من الأطباء تعاملوا بالعيادات هذه كمشروع استثماري، كان يأخذ أموال خاصة له في السر ليقرب له الدور، ليفضل عن غيره، يجري له عمليات أكثر، إصلاحات أكثر من الحد المطلوب. كثير من الأطباء كانوا يأخذونها كنقطة للشهرة، للإعلان فقط للشهرة. يأتي طبيب ربع ساعة يتصور، وجاء طبيب أمريكي يضحي بإجازته الصيفية إلى أماكن اللجوء كي يساعد الإخوة السوريين، ويخرج خبر على الإعلام بشكل مدوي جدا. أنا كنت ممن أحارب هذه الأمور وأوقفت كثير من الإعلانات. للأسف حتى في بعض القنوات مثل القناة العربية، ولا أريد أن أذكر باقي القنوات،
أخرجت بعض التقارير عن ذلك لطبيب لم يأتي سوى 5 دقائق إلى المكان. الأطماع الجانبية كثيرة، لا أريد أن أتحدث عنها أكثر من ذلك. أكيد تدمر العمل. النقطة أيضا عدم وضع مقياس للفشل أو النجاح، لم يكن لدينا مقاييس، هل نحن ناجحون إلى الآن؟ والآن في نهاية المحاضرة سأفتح هذا السؤال، هل يعتبر بنظركم المشروع ناجح أم فاشل؟ أنا إلى الآن لا أعرف الإجابة على هذا السؤال. أحيانا أعتقد أنه أننا نجحنا بعملنا، أحيانا أعتقد أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الفاشلة، ويجب أن ندرس أسباب الفشل كي لا نقع أو بأمور أخرى أو مرات أخرى. الإدارة، الطبيب هو نفسه الإداري، هو نفسه المحاسب المالي، هو نفسه المسوق. أنا تكلمت سابقا أنه يوجد، لكن أحيانا نفس الشخص يحتل أكثر من مهنة أو أكثر من مهمة لحدوث الضغوط أو كثرة الاحتياجات الموارد البشرية، شحرة الموارد البشرية وكثرة الحاجة، فيعمل أحيانا الشخص بأكثر من عمل. يوجد أسباب أخرى، منها أسباب أمنية، وهذا اللي أدى إلى إغلاق العمل حتى كدور الاستشفاء بشكل كامل، لأن تم اكتشاف الكثير من المحسوبين على النظام الغاشم الظالم، دخلوا بين صفوف الأطباء وأصبحوا يأخذون معلومات عن الجرحى، معلومات عن المصابين، معلومات عن الأهالي، ويرسلونها إلى الطرف الآخر من النزاع، يعني بين قوسين كجواسيس. وتم اكتشاف الكثير منهم والتعامل معهم أمنيا، ولعدم القدرة على السيطرة على الموضوع تم إغلاق جميع دور الاستشفاء والمراكز الطبية الموجودة على الحدود الغير مرخصة، وتم السماح فقط لبعض المشافي التي تدار من قبل الحكومة التركية. الآن أتيت أنا إلى نهاية المحاضرة، وسأفتح لكم الحوار أو النقاش، لكن سأطرح لكم بعض الأسئلة التي أتمنى أن تعطوني بعض الإجابات عنها، ويكون النقاش مفتوح. السؤال الأهم والأول، ما هي مجموعة الفوائد التي استخلصناها من هذا المشروع الذي تكلمت لكم عنه باختصار؟ هل يعتبر هذا المشروع ناجح أم فاشل بنظركم؟ ما هي الشروط اللازم اتباعها لمشروع مشابه مثل هذا المشروع؟ هل الحماس والاندفاع كافي لإقامة عمل تطوعي وإنساني؟ والنقاش الآن مفتوح لدى الجميع. دكتور جزاك الله عنا كل خير، يعني حقيقة يعني ذهبت بنا في رحلة طويلة جدا مع أن الوقت قصير، أخذتنا حقيقة إلى أماكن لم نزرها لحد الآن، وكأننا عشنا معك يعني أوقات حقيقة صعبة عشتوها. جزاك الله عنا كل خير. الحقيقة لو نفتح باب النقاش سيكون في أسئلة كثيرة جدا، وفيه أيضا طرح لأفكار جميلة جدا. لا أدري، أردت أن ألخص ولكن يظهر لي ما بقاش الوقت باش نلخص. دكتور، نفتح الباب للإخوة الذين يريدون المشاركة معنا. تفضل أستاذ محمد بوشيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، دكتور، الكرام. كيف حالكم؟ بخير، أضحك الله سنك. آمين، بارك الله فيكم. يعني سمعنا شيء أكثر من رائع، ويعني وكان الله سبحانه وتعالى أنه كرمني أني زرت المناطق الحدودية وشفت يعني العمل القائم هناك. يعني باختصار، ما تقومون به هو عمل أكثر من رائع وتجربة رائعة، لكن بحاجة إلى ضبط في شقها الإداري
والضبط في شقها الإعلامي في شقها القانوني. هناك إذا أردنا أن هذه التجربة أن تعمم وتصبح تجربة رائدة وناجحة، علينا أولا أن نجعل لها عدة ضوابط. من بين الأمور التي تكلمتم عنها سيدي هي أنه ضعف الإدارة، وأنه كانت هناك أفواج عديدة من الأطباء تأتي بطريقة غير منتظمة، وهذا ما جعلكم يعني تعانون. في بعض الأماكن يوجد في بعض الأوقات هناك ازدحام، وفي بعض الأوقات هناك عزوف أو هناك نقص. الأمر الثاني هو كذلك قضية التمويل. في فترة من الفترات يكون هناك تمويل كبير، وفي بعض الفترات يكون تمويل ناقص جدا. أظن والله أعلم سيدي الأمر يعني نسلم بشيء، وهو أن التجربة ناجحة تشوبها بعض النقائص التي تستدرك مستقبلا، وهي يعني في المتناول، يعني يمكن تطوير الأداء، ويمكن يعني تعديل من طريقة العمل وعلاج النقائص من أجل تطوير العمل مستقبلا. لكن لا تفشلوا، يعني إذا فشلتم أنتم فماذا نقول نحن؟ يعني فعملكم رائع، وما تقومون به يعني عمل أكثر من رائع. وأنا كنت زرت مستشفى الأمل في المنطقة الحدودية، نعم كانت لي زيارة إلى مستشفى الأمل، وزرت بعض المخيمات، فما تقومون به والله يعني مشكورين، وجزاكم الله عنا أفضل الجزاء، فلا تفشلوا رجاء. شكرا. شكرا أخي بوشيبة محمد على مداخلتك الجميلة، وأنت وضعت مثل ما يقول الدواء على الجرح، وأنت مطلع بشكل جيد على الوضع الحالي. مستشفى الأمل تعتبر من النماذج الناجحة كانت وإلى الآن قائمة في العمل الإغاثي والإنساني، وإلى الآن تعطي أكلها والحمد لله. الحمد لله. شكراً أستاذ. شكراً لك. شكراً أستاذ محمد بوشيبة رئيس هيئة الإغاثة الجزائرية على ما تفضلت به. أكيد أستاذ محمد يعني له تجربة طويلة جداً في العمل الإغاثي والإنساني، فيعني تجربة رائعة جداً، جزاكم الله عنا كل خير. من يريد أن يتفضل يسأل الأستاذ أو يشارك بإجابة على ما تفضل به، الباب مفتوح أيها الكرام. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، مرحبا. أهلين وسهلين ومرحبا بالجميع، حياكم الله وبياكم. مرحبا دكتور، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بدءا أشكر الدكتور أمين أيمن يعني على هذا التقديم الرائع، وعلى الفكرة المتميزة، واستطاع أن يوضح يعني معاناة طبيب الأسنان في أماكن اللجوء والنزوح، وهم بأمس الحاجة إليه. يعني أصبح طبيب الأسنان معلق، يعني يريد أن يعمل عمل إنساني، لكن الأدوات والشروط غير متاحة له لتقديم هذه الخدمة، وبالتالي يصبح ويقع في ضغط نفسي أكثر من اللازم، وربما أكثر من الطبيب العام. فطب الأسنان يحتاج لأدوات وأدوية، فبدونها ربما لا يستطيع أن يساعد ولا إنسان، ربما يوجه ولكن لا يستطيع تقديم له خدمة، وبالتالي يصبح يعاني من ضغط نفسي، وبالتالي يصبح يحتاج هو إلى من يعالجه نفسيا. فحياك الله وبياك. أما فيما يخص الأسئلة التي تم طرحها، ما هي مجموعة الفوائد من المشروع؟ يعني فكرتكم كانت رائعة في إنشاء شجرة، ويعني تقدمتم فيها ووصلتم يعني من لا بدأتم من اللاشيء حتى وصلتم إلى إنشاء عيادة، أو بالأحرى نقول مستشفى، بما أن أصبح فيه تخصصات وغير ذلك، مستشفى مصغر. فهذه يعني فكرة رائعة أن تبدأ من، أو نجاح
أن تبدأ من اللاشيء حتى تصبح بعيادة. ولكن يعني للأسف لبعض الثغرات ولبعض النقاط لم يتم الانتباه إليها، فأكيد تلك الثغرات سوف أو ربما وصلت إلى فشل، ولكن تلك الثغرات هي من سوف تدفعكم أكثر وضبط الأمور أكثر. فيعني لابد من المواصلة، والفشل لا يدل أو السقوط لا يدل الفشل، وإنما سوف يدفعك إلى الأمام. وأكيد لكم مرونة ما شاء الله، واكتسبتم خبرة من هذا يعني العمل. أما فيما يخص ما هي الشروط اللازم لإنجاح مشروع، فشروط يعني من خلال دراستكم ومن خلال المعطيات ومن خلال النقاط أو الأخطاء التي تم ارتكابها لابد من دراستها جيدا. وهناك يعني في مجال تدريب وأساليب التدريب والمهارات يوجد أسلوب يسمى بالعصف الذهني المعاكس. فالعصف الذهني المعاكس هو أنك تتوقع حدوث مشكلة وتضع تلك الأسباب يعني قبل أن تحدث لك، مثلا مثل ما حدث الآن لو قبل عند بداية مشروعكم يعني تتوقعون حدود مشاكل وأسباب مثل هذه وتضعونها في الحسبان وتبحثون لها عن الحلول قبل حدوثها. فأكيد يعني سوف تضعون الحلول وتدرسونها جيدا، فلما تأتي مشكلة مثل هذه الحلول مسطرة ومبرمجة من قبل وكأنكم يعني وكأنها حدثت قبل أن تحدث. وهل هو مشروع ناجح أم فاشل؟ فبالنسبة لي لا أستطيع أن أقول فاشل، لأنكم ما زلتم في الطريق وما زلتم في التحديات، لكم يعني تنفس، وهذا التنفس يعتبر بمثابة مرونة. فالمرونة هي من تجعل الإنسان يبحث عن حل، لن يتوقف يعني كما نقولوا احنا obstacle، يعني لما نجد obstacle أو عائق لن نتوقف بل نبحث عن مخرج آخر، وهذه هي المرونة. وأكيد وأكيد وأؤكد لكم من هذا المنبر بأنكم سوف تستطيعون، وبما أنكم لكم نية صادقة وبما أنكم تعملون في عمل إنساني ولا مفر منه، فأكيد بإذن الله سوف تصنعون النجاح. وأقول لكم مثلا الاحتكاك بربما مخيمات أخرى قاموا بمثل هذه الأعمال، ويعني تطلعون على الخطوات وعلى الطرق التي جعلتهم تنجح وتطورون تلك الطرق التي اعتمدوا عليها. أما السؤال هل الحماسة كافية لإقامة مشروع إغاثي؟ نعم، الحماسة والنية والإخلاص، فلابد من توفر الإخلاص. وكان يعني سبب كان سبب كما قلتم لبعض الأطماع، هذا يدل على عدم وجود الإخلاص، لهذا يعني كان سبب ربما السبب الرئيسي في هدم مشروعكم. لهذا يعني إعادة النظر في كل الأسباب التي أعدت إلى فشلكم، يعني لا نقول الفشل وإنما يعني في تراجعكم، وتجعلوه نقطة وكأنها نقطة بداية بدراسة يعني الأخطاء ودراسة كل الأسباب التي أدت إلى تراجعكم. وأكيد التراجع لن يكون فشل بل يكون انطلاقة جديدة قوية. ووفقكم الله، ونشكر يعني نشكرك مرة أخرى دكتور، وأشكر الدكتور قراوي على هذا يعني فتح لنا هذا المنبر لنلتقي ونتكلم ونساعد قدر ما نستطيع. ونشكر كل الحضور وكل يعني من ساهم وقدم في هذا العمل، جزاكم الله ألف خير. شكرا لك دكتور عثمان، جزاك الله عنا كل خير. وطبعا أفضل شكر تقدمه للدكتور أيمن أن تذهب إليه لتقدم له يعني شهر في سبيل الله تعالج مرضى الأسنان هناك.
إن شاء الله يا رب، ولما لا إن شاء الله، ولكن بإخلاص إن شاء الله. أكيد أكيد أكيد، إخلاص موجود. الدكتور بن عباد فتحي يقول في يعني كإجابة على الأسئلة، يقول أن المشروع جيد ورائع وجميل، فأي مبادرة تحتاج إلى ضبط وتجديد الرؤية حسب الأوضاع ومسايرتها. ويقول أيضا أن الحماسة غير كافية لإقامة المشروع، فهي جزء من السمات التي نحتاجها في إنجاح أي مشروع، لكن يجب أن تتوفر الرؤية الشاملة والكفاية العلمية والقانونية والسياسية والتمويل، بالإضافة إلى التدريب النفسي. عندك تعليق دكتور أيمن؟ تفضل. عندي تعليق بس بسيط جدا على الإضافة. يعني يجب أن يكون المشروع أيضا محدد بفترة زمنية معينة، يعني الالتزام بالوقت جدا مهم، إضافة إلى ما ذكره أخونا الزميل. أكيد أكيد أكيد، وهو أيضا كما ذكر دكتور عامل من عوامل ربما الإجهاد أو الإنهاك، إذا كانت الأزمة متواصلة ولا تنتهي ولا يظهر لها يعني تاريخ، فلا بد من تخطيط جيد لإعادة إنعاش المشروع كي لا يقع. نعم فعلا. أيها الكرام، من يريد أن نعم تفضل دكتور. أقول الاستدامة المشروع يجب أن تكون من الخطط الاستراتيجية في بداية المشروع. قبل أن نبدأ بالمشروع يجب أن نطرح، هل هذا المشروع مستدام؟ هذا المشروع لفترة زمنية فقط محددة في وضع كارثي محدد كالزلازل أو غيرها، يعني غير مستدام أم مستدام؟ في ظروف النزاع المسلح في المشاريع الإغاثية يجب أن تكون مستدامة. أكيد أكيد. دكتور أستاذ محمد عندك مداخلة، تفضل. في الحقيقة أنا يودي نشارك بملاحظة فقط، أنه الأستاذ كان تكلم على قضية الحماسة. أنا أقول أنه المشروع يحتاج إلى حماسة ويحتاج إلى دراسة، فهما يعني خطان، يعني الحماسة تمشي مع الدراسة، كذلك أنه المشروع يكون محدد زمنيا، فنعلم أنه نحن يعني في العمل الإغاثي فمشاريعنا مربوطة بعمر الأزمة وبعمر المشكل، فعندما ينتهي المشكل ينتهي المشروع. وأنا نظن لا يمكننا رأيي والله أعلم، يعني يمكننا أنه مشروع يتوقف والأزمة ما زالت مستمرة، والله أعلم. فعلا فعلا دكتور، أيضا من الأمور التي يجب أن نعرفها في علم الإغاثة أنه الكثير من المشاريع تبنى على عدد يعني المستهدف في أي مشروع، عدد الضحايا أو عدد المستفيدين، فإذا كان هذا العدد يعني دائم ومستمر في صعوده فهذا يؤثر بشكل واضح على قضية التمويل وقضية إدارة المشروع وقضية تنفيذ المشروع. لكن الحقيقة دكتور أيمن لو تسمح لي يعني في تعقيب بسيط جدا، أنه قصة الإغاثة ككل بدأت مثل ما بدأت قصة مشروعكم الطيب. كل موضوع الإغاثة منذ بدايته من عهد رواندا وما أدراك ما حدث في رواندا، بدأ بمشاريع يعني بدأت ارتجالية وانتهت بفشل ذريع، لكن مجموع هذه المشاريع أدى إلى ظهور معايير وظهور علم واضح جدا وغير ذلك. لكن أنا عندي ملاحظتين دكتور لو تسمح لي. الملاحظة الأولى أنه للأسف الشديد حسب ما ذكرت أن مشروعكم لم تتكفل به الدولة التركية، يعني وكأنها أعطتكم يعني جانب من الجوانب القانونية كما ذكرت، لكن رفعت يدها على المشروع، وهذه يعني نقطة مهمة جدا، لأنه غير ممكن كما ذكرت ثقافة مختلفة، ناس في 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 نزوح، ناس لها العديد من الاحتياجات، فكيف أنشئ أنا يعني مشروعي بدون أن تساندني الدولة المستضيفة أو على الأقل المجتمع المدني المستضيف. النقطة الثانية دكتور التي أراها مهمة جدا أيضا هي قضية احترام أخلاقيات العمل الإغاثي. دكتور مع احترامي رأيكم الشديد، إذا ذهب الحياد وذهب عدم الانحياز وذهبت الأخلاقيات في العمل الإغاثي فسوف تكون آثارها كارثية جدا، والآثار ستكون أمنية مدمرة لأي مشروع. وقد ذكرت أيها الكريم أنه للأسف الشديد وجود أشخاص تابعين إلى الجهة الثانية في وسط المشروع
هذا هو الذي يعني كان الضربة القاضية للمشروع أكثر من المشاكل الأخرى. قضية المال مثلا يمكن استدراكه، قضية نقص الأفراد يمكن أن نصبر عليه، قضية ربما نوعية الخدمات والتعقيم وكذا يمكن أن نجد له حلا، لكن الجانب الأمني مهم جدا، وطبعا لك يعني تجربة كبيرة جدا وتنورنا بها يعني دكتور. صحيح، ذكرت أنت نقاط جدا مهمة ووضعت كأنك اختصرت المحاضرة كاملة في عبارات جدا جميلة ومختزلة وبسيطة جدا. شكرا لك أخي. حفظك الله دكتور، حفظك الله دكتور. من يريد معنا أن يشارك فليتفضل أيها الكرام، بقيت معنا 5 دقائق. دكتور عندي سؤالين إذا كان سمحت لي، لأني أنا كتبت الكثير من النقاط. السؤال الأول دكتور، الفرق ما بين المشروع الاستثماري والمشروع الإغاثي، يعني فكرة جميلة جدا طرحتها علينا، فجميل لو يعني تضيف لنا بعض النقاط. ذكرت أن العامل في العمل الاستثماري يعمل بأجرة، إذا وقته محدد وعمله محدد، أما الذي يعمل في العمل الإغاثي فيعمل فوق طاقته. هذه واحدة من الـ من الـ من المشابهات أو المفارقات، فهل هناك نقاط أخرى تستطيع أن تضيفها لنا في الفرق بين الموضوعين؟ طبيعة الحدث ما بين المشروع الإغاثي والمشروع الاستثماري، فمثلا المشروع الإغاثي قد تكون طبيعة الحدث إما نزاع مسلح أو حرب أو زلزال أو كوارث طبيعية، أما العمل الاستثماري إنشاؤه لا يلجأ إلى طبيعة الحدث أو المكان، يعني لا يأخذ نفس المنحنى. الأمر الآخر هو حجم الخسائر. حجم الخسائر بالمشروع الاستثماري هي ليست كبيرة بمقارنة بحجم الخسائر بالعمل الإغاثي. عمل الإغاثي تكون به خسائر بشرية كثيرة، خسرت كثير، خسرنا يعني كثيرا من إخوتنا الذين كانوا معنا في الكادر الطبي. يوجد مخاطر ناجمة عن العمل، لأن العمل الطبيب أحيانا يتطلب أن يكون ميدانيا تحت القصف الشديد، أو تحت مثلا في مثلا نفترض في أماكن الزلازل يعرض نفسه للخطر، في أماكن الانهيارات، في أماكن الأمطار والسيول، في أماكن الجفاف والتصحر، في يعني يعرض نفسه للخطر، ويوجد خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا. النقطة الأخيرة كما أعلم، يعني لا أستطيع أن أفتي بينكم، أنتم أطباء سابقون بالعمل الإغاثي، هو البعد الزمني ما بين المشروعين. يعني المشروع الإغاثي له بعد زمني معين، أما المشروع الاستثماري له بعد زمني آخر. والحاجة لكل واحد منهم. جميل دكتور، جميل دكتور. السلام عليكم دكتور عثمان، دقيقة فقط. نعم. واصل سؤالي دكتور أيمن، أين نجد المشروع الاستثماري في الإغاثة؟ يعني ما نعرفه أن الإغاثة هي عمل إنساني غير ربحي، فأين كيف يعني مشروعكم بدأ استثماري وأصبح إغاثي، أم بدأ إغاثي وأصبح استثماري؟ لا هو بدأ إغاثي واستمر إغاثي، لكن العقلية التي انتقل بها الأطباء، أطباء الأسنان بالعموم، عملهم في عياداتهم الخاصة يكون استثماري. فعندما يتحول الشخص من عمل استثماري لشخصه إلى عمل إغاثي، هذه النقلة السيكولوجية أو النوعية لا تتم بشكل سهل. كثير من الأطباء هنا، يعني مثلا بعض الأطماع التي حدثت، قال لي أحد الأطباء: أنا في عيادتي الخاصة كنت أخرج رقم معين من المال، الآن لا، يا قليل أستطيع أن
أقوم بحياتي المعيشية بشكل بسيط جدا. فبدأ يدخل بعض المرضى من خارج دور الاستشفاء ويأخذ منهم أجرة مادية ويضعها في جيبه، صارت له أطماع. فالنقلة النوعية هذه كانت صعبة جدا لكثير من، وخاصة أطباء الأسنان. فهمنا عليك دكتور، فهمنا عليك. في الكثير من المرات يتحدث بعض الخبراء عن الفساد في العملية الإغاثية، وهذه ربما صورة من هذه الصور. دكتور عثمان طبيب أسنان الجزائر، إذا عندك تدخل مرحبا. السلام عليكم، بارك الله فيك يعني على هذه الفرصة. يعني أريد أن أسأل الدكتور أيمن يعني، ونربط هذا يعني هذا الموضوع بموضوع كورونا، وبما أن يعني الكورونا عدوى كورونا بين الأشخاص في أغلب الأحيان يكون عن طريق الفم أو عن طريق يعني مجرى تنفس الأنف والفم، فيعني كيف تعاملتم في هذه الفترة مع جائحة كورونا؟ هل يعني وضعتم خطة؟ هل يعني قمتم بإجراءات؟ لا أعرف يعني كيف تعاملتم مع المرض، بما أنكم يعني تعانون من أدوات العلاج، فكيف يعني لأدوات الوقاية؟ جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وشكرا لك لإعطائي الفرصة للإجابة عن هذا السؤال. في ضمن جائحة الكورونا أنا كنت أعمل في عيادة الخاصة في قلب إسطنبول، كنت أذهب، أنا عندي فوبيا إلى الآن موجودة لدي هي القيادة، لا أستطيع قيادة السيارات، أستخدم المواصلات العامة. فمريض الأسنان المتألم لن يلتزم بحظر منزلي، لن ينتزم بأي مخالفة، من تألم يريد أن يذهب إلى الطبيب مهما كانت المخاطر، وأنت طبيب أسنان وتعرف معنى ألم الأسنان. ففي وقت جائحة الكورونا تم السماح لنا بأن نفتتح عياداتنا، أخذنا التدابير، الوقايات، الكمامات، التعقيم، المعقمات، أعطى فرصة ما بين المريض والآخر لكي نغير أجواء الغرفة والأمور المتبعة. لكن أنا أريد أن أطرح فكرة هنا، كما طرحت فكرة لكن إلى الآن لم أجد، يعني كانت هي مبادرة وفكرة ولم تتبلور إلى الآن إلى مشروع، هي عيادة أسنان متنقلة. عيادة أسنان في سيارة أو عربة، نضع الكرسي، المعقمة، الأدوات، مثل سيارات الإسعاف. سيارات الإسعاف بها مشفى مصغر كما تعلمون، للقلب، للضغط، للصدمات الكهربائية، للتدخل الإسعافي السريع بشكل مختصر. فكانت فكرتي هي إنشاء عيادة أسنان متنقلة فقط للأمور الإسعافية، أما ما بعد انتهاء الحظر يستطيع المريض أن يتابع مع الطبيب التقليدي العادي، بدل من أن ينتقل. الطبيب هنا يخاطر بحياته ويذهب ويخرج من بيته ويذهب إلى العيادة، لكن ما يزيد الطين بلة كما يقال أن المريض أيضا يخرج من بيته يلتقي مع الطبيب، يصادف من يصادف في أثناء خروجه، المرضى الآخرين الموجودين في صالة الانتظار يصادفون ما يصادفون في طريقهم. لو كان هنالك عيادة أسنان متنقلة في كرفان معين تذهب إلى الحالات الخاصة الإسعافية، تقف السيارة تحت المنزل المصاب، يأتي ينزل المصاب، لا يتعرض ولا يحتك مع أي شخص آخر، يتم إسعافه فقط إزالة الألم منه بأدوات أكاديمي، يعني بعلاج أكاديمي، ويعطى له
جلسة أخرى في بعد انتهاء الحظر أو بعد انتهاء جائحة كورونا، أو أن تكون قد قلت في المجتمع أو تمت السيطرة عليها، نتابع مع العيادات الأخرى. لكن إلى الآن ما زالت هذه عبارة عن فكرة أدافع عنها دائما، لكن ليست مشروع، لم يقم المشروع إلى الآن. لا أعلم لماذا، يمكن لأني لم أتابع الموضوع. فكرة دكتور، فكرة رائدة جدا وفكرة متميزة جدا أيضا. واليوم يعني في أماكن كما ذكرت، أماكن الكوارث وأماكن النزاعات وأماكن بين قوسين الكوارث الطبيعية العادية جدا، لا بد من إيجاد هذه العيادات المتنقلة، ليس فقط في طب الأسنان بل حتى في أمور أخرى مثلها، مثل الطب البشري عادة أو الجراحة العامة وغيرها. جزاكم الله عنا كل خير، سعدنا كثيرا بوجودكم معنا أيها الكريم. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم بلاء كورونا، وأن يرفع عنا وعن الأمة الإسلامية كلها طبعا ما تعانيه من الكثير من الكوارث للأسف الشديد بكل أنواعها. لكن الله عز وجل يعني مثل ما أنزل الدواء ينزل أيضا، مثل ما أنزل الداء ينزل الدواء، وأنتم واحد من هذا الدواء، ساهمتم، شاركتم، وضعتم لبنة لمشروع أنا أرى والله أعلم أنه مشروع ناجح جدا، لأنه كتب في صحائفكم، بادرتم، قدمتم، لم تكونوا خارج الطريق أو على الرصيف، بل قدمتم، خاطرتم، وهذا كله أيها الكريم يحسب لكم لا عليكم. فتقبل الله منا ومنكم هذا العمل وجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. شكرا لكم جميعا، تحييكم منصة الإغاثة علم ومعايير، على أمل أن نلتقي قريبا في فرصة طيبة أخرى مع متخصصين في هذا المجال، في مجال مجالات الإغاثة، ونعتذر عليكم إن أطلنا عليكم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.